أطفال العراق اقترنت حياتهم بأوضاع بلادهم غير المستقرة، ولتحسينها أطلق من البصرة مشروع حقوق الطفل العراقي بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية. المشروع يهدف إلى تعريف الأطفال عبر الأدب المبسط بحقوقهم، وهو أسلوب معتمد في الاتحاد الأوروبي. الحكومة الألمانية هي من تدعم هذا المشروع لأنها تؤمن أن المستقبل بيد أطفال العراق، واكتشفنا من خلال تواجدنا هنا بأنه لم يقدم الكثير لتطوير أوضاع الأطفال في العراق، لذا أخذنا على عاتقنا هذه المهمة. المشروع استهدف 5 مدن هي البصرة وكركوك وبغداد وكربلاء ووسط، عبر طبع 5 كتب قصصية تتناول حقوق الأطفال في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والحماية من العمالة، إلى جانب حق الهوية والاسم. وهذا الحق ناقشته قصة أنا اخترت اسمي، عن فتاة أيزيدية اسمها يوفا لم تتخلى عنه في أقصى الظروف. حق الاسم والهوية اللي يعني الشريحة واسعة من اللي عانوا الإرهاب سود عليه، واللي اتنقلوا ونسحوا، وقسم منهم حتى ما قدروا يحافظون على أسمائهم. الأديبة والتربوية سهاد عبد الرزاق إحدى كاتبات قصص الأطفال ركزت في حقوق الرعاية الصحية التي تراجعت في البصرة هنا مع تفشي كورونا. الآن ومع جائحة كورونا احتجنا أكثر لحق الرعاية الصحية، ولو كانت عندنا رعاية صحية مميزة في بلد مثل العراق ما احتجنا أن نوقف مدارسنا. في السياق ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لحماية أطفال العراق بعدما أصبح العنف مألوفا بسبب عقود من الحروب. وبصرف النظر عن أشكالهم وجنسهم ودينهم، تؤكد اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة على أهمية حصول الأطفال على الرعاية والتعليم والحماية من العنف. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.